مشاهدينا الكرام، لا شك أن الأمن الغذائي هو قضية أمن قومية، فالأمن الغذائي تضغط به الدول التي تقوم بتصدير المنتجات الغذائية الاستراتيجية على الدول التي تستورد كي تلبي أهدافها. لذا تسعى كافة الدول على توفير الأمن الغذائي محليا وأيضا متطلبات الأسواق لديها. يسعدنا أن يكون معنا هذا اللقاء مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية السيد القصير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. معالي الوزير، يعني النهاردة بداية موسم حصاد القمح من توشكا من أرض الخير، يعني شايف النهاردة يوم بيمثل إيه لوزارة الزراعة تحديدا وللمصريين أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا وجودنا في هذا المكان العظيم، مشروع توشكا الخير اللي يعني أطلقه فخامة السيد الرئيس وزاره في ديسمبر 2021، كان بيتابع محصول زراعة القمح، واحنا النهاردة في موسم الحصاد سيتم نشرف بحضور فخامة السيد الرئيس لإطلاق بدء موسم الحصاد اللي بنسميه الذهب الأصفر. وبهذه المناسبة دعني ان انا يعني اقول لكل مزارعي وفلاحي مصر كل سنة وانتم طيبين، لان ده بيعتبر عيد بالنسبة للفلاحين والمزارعين. هذا المشروع العملاق يعتبر احد المشروعات القومية اللي اطلقتها الدولة المصرية في اطار تدعيم منظومة الامن الغذائي. زي ما حضرتك قلت كده، اصبحت مسألة الامن الغذائي مسألة امن قومي، وبالتالي الدولة المصرية بتتجه الى مجموعة من المحاور لتدعيم هذا الملف. وهذا المشروع يعتبر من المشروعات، احد المشروعات الكبيرة التي تدعم هذا الملف. هذا المشروع يمكن احنا النهاردة يمكن سيادة الرئيس هيطلق يعني بدء حصاد حوالي 65 ألف فدان مزروعين قمح، أيضا دي تمثل المرحلة الأولى. المشروع كله على بعضه يعني عندنا حوالي 110 ألف فدان منزرعين سواء قمح أو نخيل بأنواعه المختلفة، ودي إن شاء الله هترتبط بها صناعات ومشروعات مرتبطة كتيرة زي التصنيع الزراعي، زي الصوامع، زي محطات الغربلة، زي محطات التقوي، مشروعات كتيرة جدا، وبيترتب عليها إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتشغيل الشباب وتشغيل المرأة في مناطق الصعيد. كل دي مشروعات، ده بيؤدي إلى تخفيض الفجوة في السلع الاستراتيجية، ويؤدي إلى مزيد من الإنتاج، ويؤدي إلى مزيد من الطمأنة الشعب المصري ان الانتاج قدامك، مساحات كتيرة بتضاف. احنا عندنا كمان هذا المشروع برضو لو تسمح لضيف ان في المرحلة الثانية ان شاء الله في اكتوبر موسم زراعة القمح العام القادم سوف تضاف حوالي 300 ألف فدان. يبقى إذن هذا المشروع لوحده حوالي أكثر من 370 ألف فدان، بينتجوا أكثر من حوالي مليون وربع أو مليون طن. ده في هذا المشروع الوحيد، ده بيؤدي لتخفيض الفجوة، بيؤدي إلى زيادة نسبة التغطية، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي. فده مشروع عملاق له يعني مزايا متعددة زي ما حضرتك قلنا كده. يعني نستطيع أن نقول أن اليوم هي رسالة طمأنة، رسالة طمأنة لكل من ينظر في إلى المتغيرات في العالم من حولنا، وإلى أيضا الصراع الروسي الأوكراني. فاليوم مصر هي على طريق الخطوات أو الخطوة الصحيحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ما هي المحاور التي اعتمدت عليها الدولة لدعم ملف الأمن الغذائي وأيضا زيادة الرقعة الخضراء من الأراضي الزراعية؟ طبعا يمكن اسمح لي ان نقول ان يمكن السبع سنين اللي فاتوا او السبع وشويه دول شهدوا نهضه غير مسبوقه ودعم غير مسبوق من فخامه السيد الرئيس بدعم ملف الامن الغذائي، لان قطاع الزراعه في حد ذاته والامن الغذائي ده قطاعات تشابكيه، يعني بتستوعب جانب كبير من عمالة، اكثر من 25%، بتساهم في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 15%، بتساهم في الصادرات السلعيه المصريه باكثر من 17%، له محاور كتير، قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي الى نمو في قطاعات اخرى. وبالتالي كانت توجيهات فخامه السيد الرئيس مع وجود الازمات اللي موجوده، احنا يا دوب خرجنا من ازمه كورونا ومساله اضطراب سلاسل الامداد العالميه ثم ازمه الروسيه الاوكرانيه، دي كلها محاور دعت الدول كلها انها تضع ملف الامن الغذائي، اصبح في حاجه ماسه الى ان ندعم هذا الملف. والدوله المصريه يمكن اصبح في اولوياتها هذا الملف، عندنا محاور متعدده لدعم هذا الملف تمثل في اهمها مشروعات التوسع الافقي. احنا عندنا
بنستهدف الدولة المصرية بتوجيهات فخامة السيد الرئيس ان احنا يعني نستصلح حوالي 3.5 إلى 4 مليون فدان خلال السنتين او الثلاثة القادمين، اللي هو مشروع تشكى الخير اللي احنا فيه، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مشروع الدلتا الجديدة العملاق، مشروعات في غرب المنيا، المشروعات في الوادي الجديد، كل دي مشروعات، مشروع 1.5 مليون فدان تنمية الريف المصري، دي كلها مشروعات بتؤدي الى زيادة كبيرة في مساحة الرقعة الزراعية، وبالتالي بتؤدي الى ان نسبة كبيرة من هذه الاراضي بتستخدم للمحاصيل الاستراتيجية اللي يترتب عليها تخفيض الفجوة، رفع نسبة الاكتفاء الذاتي. فكل دي مشروعات. المحور الثاني اللي الدولة المصرية بتشتغل عليه محور التوسع الرأسي، وهو محاولة زيادة الانتاجية من خلال استنباط اصناف جديدة عالية الانتاجية. احنا بالمناسبة نعتبر من اعلى الدول في انتاج وحدة المساحة بالنسبة للقمح، متوسط 19 أرداب للفدان، من أعلى الدول في هذه الإنتاجية. محور أيضا الاستنباط أصناف تتكيف مع التغيرات. إذا نستطيع أن نقول أن مصر على الطريق الصحيح لزيادة الرقعة وحماية أيضا أمنها الغذائي الذي يعد بمثابة أمن قومي. يعني أخيرا، ما هي توجهات يعني معاليك معالي الوزير للفلاحين لتوريد القمح ونحن يعني على مشارف موسم توريد القمح؟ احنا طبعا عندنا متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء. احنا يمكن مع بالتنسيق مع وزارة التموين زودنا نقاط استلام القمح بحيث تبقى قريبة من المزارعين، اكثر من 450 نقطة استلام، وخاصة في مناطق التركز. توجيهات دولة رئيس الوزراء ان احنا ندفع نقدا وبسرعة وفورا في خلال حد اقصى 48 ساعة. ايضا مسألة الجمعيات التعاونية والتنسيق مع المحافظات والمواطنين في سبيل يعني الاسراع بتوريد الكميات المحصول بحد ادنى 12 ارداب بالفدان، لكن احنا بنطالب المزارعين والفلاحين انهم يعني يوردوا كل كامل انتاج، واحنا بنراهن على وطنيه الشعب المصري والمزارعين بصفه خاصه اللي يعني وجدناهم يعني داعمين للدوله في اي وقت. يعني بالتاكيد هي معركه وعي في المقام الاول. معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، بنشكر حضرتك. شكرا.